بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. أنا أخو الشهيد علي جاسم، اسمي أحمد جاسم محمد حمد. علي كان يعني يساعد الناس المواقف هاي الدنيا. علي كان روحه طيبة ويل العالم. علي شخصية حلوة. علي يعني ماكو واحد بالمنطقة ما يحبه. علي إنسان بسيط، يحب الدنيا، يحب يساعد الناس الفقراء، وهواي ناس هو ساعداهم، خاصة هو علي. علي فقد له عزيز على قلبه، كلش تأثر به. من ناحية العزيز هو والده، الخلى أثر بقلبه، يعني صعب خلى بقلبه موقف يعني كلش صعب، خلاه يتأثر بالدنيا كلش. لأن عندنا إحنا تدري بعد العائلة موجودة هنا، ودول وعلي كان يساعد الناس هواي. فمن جملة هذا، علي طلع يطلع للشغل مرات، حتى يشتغل بدون يومية، بدون يعني يساعد العالم بدون يومية، بدون كفالة. في يوم من الأيام هو عندنا والدي تزوج، وهو صارت عنده أثر من شوية تركه وما اهتم به. فتدري هذا الأخير يتعلق بوالده مو شلون ما كان، يعني فقده. هنا ظل هو محتار. أنا مرات ألقاه، أنا شقتي فوق، ألقاه جوا يبكي. ها علا وش بيك؟ قال علا أبوي ما يبكي. قلت له علا والله كريم، حط عينك بين رب العالمين والله كريم. في يوم من الأيام هو عنده حمام يصعد فوق، يطير حمام، يسأل روحه بهالحياة هاي الدنيا يتركه، يزاح عنه شوية عن الهموم كله. يوم من الأيام هو يطلع هنا، لقنا برا، لقيته برا وابن أخوه. قال له وين رايح؟ قال له أريد أروح أنا المظاهرة. قال له مظاهرات بين رمي وقتيل. قال له أيوه أنا أريد أستشهد، يعني يعلمه بحياته هو يستشهد. علي بالنسبة لي أمي، أخوي، صديقي. علي أنا ما أقدر أحكي هواي علي، لأن تدري آلام اللي بقلب أخوه صعب، واللي يفقد له أخوه، وهذا الشاب العراقي اللي يفقد له أخوه صعبة مثل ما فقد أخوه. فطلع هو يساعد العالم، عد وي جماعته عندهم ستوته وينقل بيها الناس الجرحى. علي ما شايل لا سلاح، لا شايل اي شيء جارح. يم الجسر من طاح احد المتظاهرين، ركض عليه يريد يشيله. اني رعد حيال جهاد، مدرس لغه عربيه، واصير والمرحوم الله يرحمه الشهيد يصير خال اولادي. علاوي رغم صغر السن بالنسبة إلي، يعني فرق السن اللي بينه وبينه ما يقارب 17 إلى 18 سنة، بس كنت أعتبره أخ أصغر وصديق بنفس الوقت. يعني سبحان الله العظيم، في بعض الأحيان تلاقي لك إنسان سابق عمره، يعني تلقى رجال وذكاءه وحنكته وفكرة وغيرته اللي يحملها ما يحملها جوز إنساني كبره بعشرين أو بثلاثين سنة. علاوي الصفات اللي يتصف بها الشجاعة، المروءة، يعني إلى مواقف أنا لحد الآن ظالة ببالي. واحد من المواقف أتذكر أنه أحد أصدقائه تمرض، ومرضه شوية كان ثقيل عليه، فطبيعته هو الرجل يعني يشيل هم غيره مثل ما يقولون، فبقى يفكر بالموضوع يفكر الموضوع. قلت له علي أنت ما عندك فلوس، يعني أنت قاعد تحرق بنفسك. قال لا أنا عندي طرق اللي أقدر أجيب بها فلوس. فهو يشتغل عمالة، وعنده دراجة يطلع بها على باب الله يروح بها للعمالة مالته، وهاي الدراجة أنا أدري بأنه يعسها حيل، لأن هي بعد الواسطة مالته يتنقل بيها. زين، فاليوم الثاني قاعدين أنا ويا هنانا، وهذا مكانه اللي هو يحب يقعد بيه. فقلت له علي
سويت حل على صديقك؟ قال ما انتبهت الدراجة ما موجودة. سبحان الله، يعني هاي الشغلة ببالي، قلت له يعني بعتها؟ قال اي والله بعتها، وانطيت الفلوس على المود يعالج نفسه. فهي واحد من المواقف اللي ظل وعالق بذهني، ويعني حبيت اسبق به حديثي، انه انسان بهالعمر هذا عنده مروءة وشهامة ويفكر بصديقه وشلون يعالج صديقه، وصار انه يبيع الواسطة مالت النقل مالته على مود يعالج هذا الرجل. علاوة من مواليد 1997، وهاي المواليد سبحان الله هي مواليد التسعينات، مساكين ما شافوا خير مثل ما يقولون، ايام الحصار الاقتصادي وما شافوا خير. زين، سبحان الله وراها بدت قضيه الاحتلال ونفس الحال، ومن سيء الى أسوأ. علاوج كان دائما ينظر للوضع انه احنا ليش اكو غيرنا جاي يعيش وجاي يتمتع بكل شيء واحنا ما جاي نحصل شيء؟ شنو السبب؟ شنو الفرق اللي بيننا وبين غيرنا؟ ليش غيرنا متوفر له كل شيء وليش احنا ما نحصل اي شيء؟ زين، فمن بدأت التظاهرات بدأ علي يطلع للتظاهرات، وكل سلاحه كان علم عراقي ووردة وشعار ضد الفساد، هن هذني السلاح اللي كان يحمله علي، غير ما كان يحمل أي شيء. أنا أخو الشهيد علي جاسم محمد، اسمي عماد جاسم محمد، وعلاوي أخوي الصغير. طلعنا مظاهرات سلمية من 1/10، وطالبنا بحقوقنا المشروعة والمطلوبة. استخدموا ويانا انواع العنف، من الرمي، رصاص الحي، الدخانيات، من الهراوي على قولتهم والعصاص. زين، وتلقينا انواع الضرب. طلعنا كانت مطالبنا سلميه، لا طالعين نخرب ولا طالعين نبوق، طالعين سلميه بالعلم العراقي. اكثر الشباب اللي طلعت كانت حالتهم تعبانه، والاغلبيه حالتهم تعبانه. الناس او الشباب ملت، ما شافت يعني ما شافت شيء من حياتها. احنا شباب، الشاب يريد يطلع، يريد يمشي، يريد ياكل، يريد يشرب، كان دوب اهله يصرفون عليه. الشاب وخاصه بهذا الوقت اغلب الشباب قاعد تعتمد على نفسها، يقول لك انا اريد باكر عقبه، اريد لبيت، اريد الاماره، اريد اكون نفسي، شلون اكون نفسي وانا كل شيء ما عندي. اغلب الشباب اللي طلعت حالتها الماديه تعبانه، وما تملك حتى قوت يومها، وما خلوا وسيلة ما استخدموها ويانا، ونبقى سلميين لحد ما نحقق مطالبنا. أنا والدة الشهيد علي الأسدي. علي والله هو طيب، كلش طيب، ما من عنده معناته، أسلوبه زينة وهو زين، كل زين، وشلون ما كان مساعدني على كل شيء، مساعدني هو. ما ادري بي رايح للمظاهرات، والله ما ادري بي، يما ما اروح انا، يما صدق تمشي؟ قال لا يما ما امشي، ما ادري بي. ذاك اليوم قال والله صوب بالليل، يما شني؟ قال والله صوب بعد على جسر الزيتون، وصوب صواب خاله غير صواب، يعني مو يم الحاله، ما ادري مسممه، ما ادري غير طلقه، ما ادري شنو هي، طاقته متعينه منها طالعه خابطه الأكل ماكو عندي. مو بس هو، ويا 100 واحد مدري 100 وفوق على جسر الزيتون، هم رموهم ذولي، ما أدري أصوات، مدري ما أدري شني، ليش أقول ليش صوبوهم، ليش يقتلونهم، هم منين جوهم، منين جوهم هم، شني شايلين لهم سلاح؟ والله هذا ابننا، حتى ما يعني واحد طايح وراح يجيبه، لا عنده طابوقة لا عنده بالعلم، ليش؟ فعلي قلت لك انا عند صديقة عند ستوته يرقل الجرحى، انا هم كنت اطلع بالمظاهرات، ما اقول لك ما اطلع بالمظاهرات من قبل 2018 ولحد الان. احنا ناس تدري بالشعب العراقي اكثرها ناس على الطالب، الطالب ما عنده لا شغل ولا عمل. فاحنا هسه الست نفرات هذا البيت ما حد عنده راتب من الدولة، وما حد حتى عقد بالدولة ماكو. أنا أخوي زهير وأخوي أثير، يعني ما عندهم لا راتب ولا، إحنا إخواني هذول الأصغر، ما حد واحد عنده راتب بالدولة. وحتى اللي يتخرج، يتخرج من وظيفته هم ما يحصل له، ويتخرج عفوا من الكلية حتى ما يحصل له وظيفة بالدولة. إحنا هاي صارت عندنا محاصصة، وصارت الكبير ياكل الصغير. فقلت لك انا علي كان ينقل الجرح، اثناء شو اسمه نقل الجرح واحد من الاصدقاء اطاح،
والله الولد هو ما يعرفه، بس جماعته واقفين أربعتهم، يقول باوعت لجماعتي، يقول واقفين شلون يعني واقفين لا حس ولا عز، ويا هذا الولد طاحت ليش ما شيلونه؟ قال احنا بس ندنق عليه كتلونا. وصحيح هي بالضبط اللي يشيلنا مسعف يكتلون، وي ما دنق عليه يريد يشيله طقوه طلقه بظهره، طبعا الطلقه مسمومه ومن هاي الانفلاقيه يعني هاي يسمونها الدمدم، وقريبه عليه طلعت منها من صدره، من طقوه من ظهره طلعت من صدره. علاوه سبع، علاوه بطل، علاوه ما يتعوض. علاوي راح للمستشفى ركض على رجليه، مع العلم الاحشاء مالته والدم اللي ياخذه. حتى الدكاتره من وصلوا هناك قالوا يا هذا ما يعيش، اول ما دخل قال ما يعيش لان عده صاير نزيف. بس شلون اجى من اليم من الجسر لحد ما دخل المستشفى ركض. علاوي بطل. علي كان هو واصدقائه عندهم ستوته يحاولون يساعدون بها الشباب اللي ينضربون بالقنابل الغازيه او ينجرحون برصاص حي او برصاص مطاطي او بطشاريات اللي هي الشوزن اللي صابت بعض الشباب اللي موجودين. فكان يحاول يساعدهم، ياخذهم اما للحبوبي اما للمستشفى الجمهوري، زين قدر الامكان انه يحاولون يعالجون هذول الشباب اللي يوقعون ويتعورون. غيرته كانت ما تسمح له انه يشوف شاب من الشباب يوقع ويعوفه وراه بظهره. غيرته كانت ما تسمح له انه يشوف انسان يتاذى او يتعور وينعاف. فالحادثه كما يروونها اصدقاء اللي موجودين دائر ما دائر المحيطين به، يقول علي شاف واحد من الشباب المتظاهرين وقع. من وقع هذا الشاب مع الاسف يعني كان رصاص قوي والدخانيات او القنابل الدخانيه كانت العدد مالتها مو طبيعي اللي يوقع على المتظاهرين. فقال لهم عيب نعوف شاب يوقع وما نركض له. قالوا له علي تموت، يركض له يموت يعني، هاي خليها ببالك. قال ما عوفه. فافتر داير ما داير الشباب وركض بسرعة عليه. بهاي اللحظة اللي وصل بيها ودنق عليه رادي لازم ضربتها الرصاصة. من ضربت الرصاصة دخلت من الجهة اليمنى وطلعت منها من الجهة اليسرى ويلت الديقة مالته. زين فسبحان الله العظيم ظهر المسافة هم كانت قريبة مال الشباب والقناص اللي ضرب الرجل بالقناص، كانت المسافة قريبة بحيث انه اخترقتها بهاي السرعة وضربت مجموعة الانسجة اللي موجودة بهاي المنطقة، ضربت الكلية مالته، ضربت الحجاب الحاجز، ضربت احدى الفقرات، ضربت الرئة وطلعت من هاي الجهة. زين بقى ما يقارب يوم او يومين، وثالث يوم انتقل لرحمة الله. وانا بساعتها لما رحنا للدكتور وشاف الحالة مالته وطلع عليها الدكتور اللي موجود بالمستشفى العام، قال احنا هاي الحالات نسميها هوبليس كيس، اي لا امل في حياتها، او القضايا او الحالات اللي ما بها مجال تعيش. زين فقال انه ما عندنا غير الدعاء له، واحنا راح نبذل قصارى جهدنا انه عسى ولعل انه يتعافى. بس هو هاي حكايته انطانا مثل ما يقولون خط انه هذا الرجل ما اتصور يعيش. سبحان الله العلي العظيم شجاعته وقوه جسمه هي اللي خلته يطول ثلاث ايام داخل المستشفى. زين والا لو انسان ثاني كان بنفس اللحظه يجوز يتوفى وانتقل لرحمه الله. واذكر من المواقف اللي ويا اخوي الشهيد علي جاسم محمد مواقفه ما تنسي ولا موقف ينسي. فمره من المرات قلت له علاوي اريد اروح للمظاهرات، وكانت علاقته بوالدتي كلش قويه هو. قلت له اريد اروح اغيب من البيت كم يوم وارجع، فحاولت لهي الحجيه شلون ما كان. فكل ما اخابره قال انا وياها ما عليك انت. ثلاثة ايام او اربعة ظلت بالمظاهرات دون ما اوصل البيت. فكان هو دائما مثل ما تقول هو اللي يسد لي. يعني بيوم الحادثة خابرني ولد شرطي بالحبوب قال مشتاق لك اريد اشوفك، صار لي هواي ما شايفك انا. قلت له ماشي راح اجيك. فاحنا دائما كنا انا وياه، انا وياه، واحد يخابر الثاني، هو يخاف علي وانا اخاف عليه. فهو يقول لي ارجع وانا اقول له ارجع. بهالاثناء او بيوم اللي الصواب هو خابرت علي، وصلت لغايه تقريبا حدود 9:30 او 10، خفت قلبي قضيته. قلت علاوي اليوم ما خابرني، ايش عجب اكو شيء صاير؟ طلعت التليفون خابر جهازه مغلق. رجعت خابرت مره ثانيه هم جهازه مغلق. قلت خلني اطلع من الحبوبي يجوز الشبكة ضعيفة هنا أو ما قاعد توصل. فمن طلعت خابر جهازه مغلق، من سديته خابرنا أبو مصطفى أخوي الكبير قال علاوي صوب.
أنا أطالب الحكومة، أطالب الأمم المتحدة يطلعون الكتلة ولدني. أنا طالبهم أريدهم مثل ما يحاكمونهم مثل ما كتلة ولدنا بدون سبب. ليش طفل بعده والله يا يما 20 ما يصعد فوق السطح يخاف، والله ما يصعد بالليل فوق يخاف يقول والله يما أخافن. ليش شو مسوين؟ يعني هسه ما صاموا مثل ما من كتلة واللي شو اسمه شبابنا صاموا وهسوي العالم؟ لا والله حسب الله ونعم الوكيل عليهم إن شاء الله. حسب الله ونعم الوكيل إن شاء الله ما لهم أي صيام. لا أصوي يوم 12/11/2019 مكان الإصابة مالته جمل جسر الزيتون. طبعا احنا رفعنا دعوة قضائية ضد شو اسمه التدخل السريع وضد المهمات الشهيد العتابي وضد قوات السوات وضد الشغب وضد المحافظ عادل الدخيلي. ليش عادل الدخيلي؟ عادل الدخيلي هو رئيس اللجنة العلمية، صلاحيته مثل صلاحية رئيس الوزراء. يقول أنا استقاليت، قلت له ما استقاليت أنت، لأن أنت رجال انطح أول شهيد بالناصرية المفروض تستقيل حفاظا على دماء الشهداء. ايش قطعوا عندنا ابطال بالناصريه هواي؟ ليش؟ شنو يذنبهم؟ هذا اللي يطلع يداعب حقوقه ينقتل هيك يعني بدم بارد؟ شنو فرقكم عن فرق عن داعش؟ نفس الشيء. داعش تذبح بالعالم وانتم هم تذبحون بالعالم. احنا طلعنا من ضيمنا. صار لها 16 سنه الحكومه هي يعني نفس الصينية تفتر عليهم، بس ماكو أكفاء بالعراق، هواي أكفاء وهواي ناس خيرة تريد تبني البلد. ليش بس عليهم هم حاطين الصينية ووزعون الكحكة مثل ما قالت حنان الفتلاوي هي كحكة ومقسمة على بكيفنا؟ أنا من طلعت بضيمي، أنا شنو ذنبي؟ أنا هسه قاعد بغرفة واحدة وعندي 5 جهال، شنو ذنبي؟ هذا اللي قاعد، هذا اللي استشهد عليه، اللي استشهد ما عنده لا عنده وظيفه ولا عنده اي شيء ولا عنده راتب من الدوله، وهم ولا الشاب يريد يصرف يعني حقه. واكثرها احنا بالعراق اكثرها ناس تريد تصرف، ناس يعني تلقى عنده 3 أطفال 4 أطفال، زين هذا منين يجيب؟ اللي جاي نشوفه مع الاسف وكل احنا لامسينه وهم نفسيتهم الطبقه السياسيه اللي موجودين على الساحه، واحنا شايفين باكثر من لقاء الاكثر من شخصيه بما فيهم شخصيات معروفه، يقول لك انه جاي يصير قضيه فساد اداري، قضيه محسوبيه ومنسوبيه، قضيه رشوه، قضيه انه فلان افضل من فلان، قضيه انتماءات زين حزبيه وانتماءات منسوبيه مثل ما حكيت لك قبل شوي، هاي كلها اثرت. يقول لك انا اذا ما منتمي لتنظيم فلاني انا ما راح احصل تعيين، واذا احصل تعيين فلازم ادفع فلوس، وزين احنا اغلب شبابنا ناس من الطبقه الفقيره، خلينا نكون واقعيين، اغلب شبابنا العراقيين هم ناس من ابناء الطبقات الوسطى والطبقات الفقيره، زين، فهذا الشيء كان حافز بالدرجه الاولى على مود يطلع يطالب حقوقه، واحنا ندري كل زين انه الشعار كان هو شعار اريد وطن، ما كان شعار يهاجم به اي جهه من الجهات، انه انا بنظري انه وطني مسلوب رجعوا لي جزء من عنده، زين؟ فكان هذا الدافع الاول لمعظم الشباب اللي نزلوا للشارع، والا لا تتصور اكو شاب متوفرت له الحقوق مالته ويطلع. يعني هاي من الثوابت. احنا جايين نشوف كثير من الدول الاوروبيه اللي موجوده ما نشوف فيها انه تظاهرت شخص يطالب تعيين او يطالب بجزء من حقوقه، لان بنظر انه هاي الحقوق توفرت له فما يطلع. احنا الشاب مالتنا ينظر انه هاي الحقوق مسلوبه. هذا الدافع الأول اللي خلت معظم الشباب اللي تنزل للشارع. وأما هم الحقوقهم هم حسبوهم على قانون 2، على قانون 57، قانون 57 ما يشمل مثل ما تقول أخطاء عسكرية. إحنا الأخطاء العسكرية يعني شلون أخطاء عسكرية وهو الجيش هو اللي دخل وهو اللي ضرب المتظاهرين وهم اللي قمعوهم. زين؟ احنا على اساس هم ما يحسبونهم على هذا القانون، احنا نريد قانون واحد يعني حالهم حال الشهداء، نريدهم من هذا القانون، احنا ما نريد قانون رقم 2. قانون 57 هم اللي يطبقون على العالم بدون اخطاء عسكريه.
ليش اخطاء عسكريه؟ هم اللي الشرطه او الجيش او الغير، هم الفصائل هم اللي ضربوا المتظاهرين، ما خلوا وسيله قمع ما استخدموها وياهم، ما خلوا وسيله ما سووها ويا الشباب والمتظاهرين. واما بالنسبه للشباب، اغلب حال الشباب تعبانه، يعني انت تشوفها بعينك، انت شباب خريجه وقاعده وساكته، لو يشتغل عماله، لو يشتغل بالبلديه، لو بغير مكان، يعني هو هذا حال الشاب العراقي، هذا العراق وبالخيرات، هذا هاي نتيجته. ليش يعني احنا حالنا حال العالم، هم نريد نعيش، نريد نشوف، نريد ناكل، نريد نشرب، حالنا حال الناس او حالنا حال اي شاب من الشباب اللي عتهم، هم قاعد يتمتعون بخيراتنا. احنا ما مطالبين باي شيء، احنا مطالبين بحقوقنا لا اكثر ولا اقل، وراح نبقى سلميين لاخر يوم بحياتنا. انسان كل زين ويا اخوته وياي، انا عندي معوقه يا ايمه والله، اذ بروحي بالليل انام ما ادري بروحي، اجى جاب العشاء قال يما سويت هذا العشاء قعدي، عندي نعمه بس مثله ماكو، موش يعني البيت فارغ، خس عندي نعمه بس مثله ما شفت، حنين قلبه طيب على اخوانه، قلبه طيب على كل واحد خالقه الله. ليش اقول ليش؟ ليش شبابنا راحوا؟ لا لا راحوا هدر كل شيء ماكو، ليش؟ هم صايد رب العالمين ما يضيعون، بس الحكومه ضيعتهم. شو اسوي؟ حسب الله ونعم الوكيل عليهم، والله العظيم ما اقدر بعد، ما اقدر اسولف، مليت وتعبت والله يا يمه، مليت وتعبت، تعبت، تعباني كلش، تعباني كلش، تعباني هو. وعلى رزقك أفطرنا، وغسينا من غدنا وينا، ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر عند الله إن شاء الله. الرحمة والرضوان على أرواح شهداء العراق جميعا. اللهم ارفع هذه الأمة عن هذه الأمة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
تفضل. احنا نطالب الحكومة بالقصاص من الظلمة المجرمين. طبعا دول المجرمين اكو عندنا من قوات السوات وسجاد ومروان بالسجن، واجا الادعاء العام قطع اجازته واجا وقع عليهم وطلعهم كفالة من قانون 106 الى قانون حول على قانون 105. هذا قانون 105 يتضمن الكفالة، فهم قالوا الدعاء العام لمحكمة الناصرية قالوا ما يشمل لا كفالة ولا يعني خروج للمجرمين ذولي. ايش عجبوا الدعاء العام من قطع اجازته واجى طلعاهم بكفالة. طبعا ذولي سجاد ومروان ذولي عليهم أدلة. شنو؟ تصوير ومقاطع فيديو عليهم، بحيث هم اللي ضربوا وقتلوا أولادنا، ذبحوهم دم بارد. ذول المجرمين لازم الحكومة لازم تعاقبهم. أما على شهيد العتابي هو أبو المهمات، مطي أمر هو لإطلاق النار على المتظاهرين. طبعا قتل من أولادنا المتظاهرين السلميين الرافع بس العلم العراقي فقط، وهو سلاحه الوحيد، ورايدين بس وطن، يردون الوطن السلب من عندهم. دول قتله يعني شنو ذنب الامهات والابهات اللي فجعوا اولادهم؟ يعني لا ينامون مرتاحين، لا الجمره اللي بقلب امه، الجمره بقلب ابوه، هي هاي اللي خلت يعني مشاعرهم. هم صدق راحوا مستشهدين، بس الحمد لله والشكر الشهادة عند رب العالمين، بس الفراق يقتل. إن شاء الله شهداء عند الله. أما على قوانين إحنا ما رايدين معهم قانون، القانون جانا قانون 57 من رئيس الوزراء، إحنا ما رايدين هذا قانون 57. هذا القانون يشمل كل الحقوق للشهيد، بس ما عدا ما تحاسب القتلة. ليش؟ لأن ذولي يحسبونهم ضحايا إرهاب. يعني هسه أنا أخوي بدل ما طالع على وطنه قاعد بالباب إجت طلقة تايهة، أو بسيارة مفخخة وانفجرت، أو ما شابه ما ذلك. أما على قانون إحنا راضين هذا قانون 57، إحنا راضين قانون رقم 2. من النوع اولا قانون رقم 2 يحاسب لك، يحاسب الحق ان تحاسب القتلة هم المجرمين من احزاب فاسدة التي بعث بالعراق دمار. اريد يقضون القتلة ويقتلونهم، هو هاي اللي اريد. انهم كل شيء ماكو، لا اجا ولا شافه ولا اي، ماكو يعني راحوا، كلش راحوا، ما حد اجا، راحوا الشهداء هاي 100 وما ادري ايش كثر على الجسر كلهم راحوا. يعني احنا نريد يقضونهم ويحاسبونهم القتلة. شو نسوي؟ حسب الله ونعم الوكيل عليهم ان شاء الله. بجا امير المؤمنين كون. طلعنا من 11 بالعلم العراقي فقط لا غير، وراح نبقى لآخر لحظة بالعلم العراقي لحد ما نحقق مطالبنا. احنا كعائلة الشهيد ما أخذنا ولا حقوق ولا استلمنا أي شيء لحد الآن.
احنا نطالب الحكومة ونطالب الجهات المعنية أن تنظر بعين الاعتبار إلى عوائل الشهداء وإلى الشهداء الذين ضحوا دماهم والذين سقطوا في سوح التظاهر وهم لا يحملون إلا سوى العلم العراقي. احنا كمتظاهرين نطالب بأن يوفرون الفرص وأن يوفرون السكن المعيشية وأن تحقيق المطالب. احنا مظاهرتنا سلمية وراح نبقى سلميين لحد ما تتحقق مطالبنا.